الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوباهم الذين يبحثون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اهلا وسهلا بكم على حلقه جديده من برنامجنا ايه في حكايه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت هتكون الايه بنعمه ربنا من سفر المزامير المزمور 118 او 119. والمزمور دوت قلنا هو المزمور الكبير وبتصليه في صلاه نص الليل. وهنتكلم النهارده في اول ايتين فيه. الايه بتقول طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ازاي اني المزمور دوت كان بيركز فيه على عمل كلمة ربنا، هتلاقوا كل قطعة من قطع المزمور ده بتتكلم على كلمة ربنا. ولكن يبدأ المزمور بتطويب الذين بلا عيب السالكون في ناموس الرب. وهل في إنسان يسلك بلا عيب؟ طبعا الجميع، الكتاب يقول الجميع زغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، مفيش إنسان بلا خطية ولو كانت حياتهم واحد على الأرض. أمال يقصد إيه داود النبي لما يقول طوباهم الذين بلا عيب السالكون في ناموس الرب؟ يقصد ان الواحد فينا ممكن يوصل لطريق الكمال لما يلتصق ويتحد بالمسيح. المسيح هو سر قوة القديسين وسر كمالهم. عشان كده تلاقونا مثلا نلقب أنباب شوي، نقول أنباب شوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. طب ما هو ما فيش واحد فينا كامل، الكامل هو الله، الصالح هو الله. ولكن الله أعطانا من كماله وأعطانا من صلاحه وأعطانا من طهارته وقدسته، أخذ الذي لنا أعطانا الذي له، فصرنا باتحدنا بالمسيح كأننا بلا عيب، كأننا بلا عيب. والمسيح نفسه لما نظر، الله نفسه لما نظر لعروس النشيد قال لها كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. طب إزاي يعني يا رب؟ ده هي نفسها بتقول إنها سودة، لكن الله بنظرته لأولاده ومحبته ينظر لينا كما لو كنا بلا عيب. شوفوا مثلا الله لما نظر لقلب داود النبي يقول لقيت قلب داود حسب قلبي. طيب يا رب ما اخترتش غير قلب داود اللي قتل وزنى وعمل حاجات زعلتك، ما كان في قلب أشعية وأرمية وما عملوش اللي عمله داود مثلا، كلهم أخطأوا بس ما عملوش، ما قتلوش وما زنوش. ولكن القلب الذي بالعيب الذي يراه الله هو الذي يسلك في ناموس الرب، يعني كلمة ربنا بيحاول ينفذها في كل وقت ومرحلة في حياته. الجزء الثاني من الآية يقول طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه. يفحصون عن شهاداته يعني الإنسان فينا بيدور على كلام الله وإزاي ينفذه. يحكوا قصة مرة سمعتها عن أبونا بشوي كامل المتنيح، فيقولوا إن كان في آية أراها في الكتاب المقدس ومش قادر يعني يفهم إيه المقصود بيها. وفي يوم من الأيام كان مسافر هو وتسوني أنجيل، ولما رجعوا البيت لقوا البيت مسروق، وكان أبونا شايل أمانات عنده الناس. فتسوني أنجيل اتضايقت إن الأمانات اللي الناس شايلينها عند أبونا اتسرقت، هيجيبها منين أبونا ويعمل فيها إيه؟ لكن لقت في نفس اللحظة دي أبونا متهلل وفرحان. فلما سألته إيه سر فرحه قال لها أصل كان في آية مش عارف تتعمل إزاي والنهاردة بس اتعلمتها. فقالت له إيه هي الآية؟ قال لها في آية قالها بولس الرسول وأن تقبلوا سلب أموالكم بفرح. ما كنتش قادر أفهم يعني أقدمها إزاي. فالقديسين يفحصوا عن شهادات الله، يعني يدوروا عليها بتفحيص وتمحيص عشان يلاقوها وينفذوها، مش يقروها بس وكده. أنبا موسى الأسود إزاي تحولت توبته من إنسان خاطئ لإنسان كامل في القداسة والطهارة كما لو كان بلا عيب، لأنه التصق بالمسيح. المسيح قال لنا أنتم طاهرون بسبب الكلام، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى كلمة ربنا تعطي إيه؟ نقاوة وطهارة. فيا بخت الإنسان اللي يدور على كلمة ربنا يعيشها وينفذها في حياته. لربنا المجد دائما أبديا أمين.